ادخلي ادخلي، رايحه تتصرمحي على حل شعرك في مصر وناسي انك متتجوزه بقف. ما ديك قلت اهو بقف. هو في حد بقى بيستأذن من بقف؟ تعالي بقف، تعالي تعالي، بقول لك ايه، ظاهر انك انت عايزه تتربي من اول وجديد، مش لاقيه كبير ربيتي. تربي مين يا سيدي الرجال انت؟ لما انت عامل فيها ذكر قوي كده، كنت عرفت تجيب لي حقي من عبد الحكيم. حق؟ حق ايه يا بنت الناس؟ خلاص دلوقتي ما بقتش عارف حق ايه؟ نسيت فجأة. صحيح ما انت ركبك بتخبط كده ببعض بس تسمع اسمه. بطلي بقى، بطلي بقى الاسطوانة الماسكة والكلام الفارغ اللي عمالة تقوليه انت وامك. تلاتة بالله العظيم ما تخرجي من البيت ده واصل. هطلع يا عمدة، هطلع ومش راجع البيت ده تاني، وانت هتطلقني. طلقك؟ هو احنا كنا اتجوزنا عشان اطلقك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ لازم اتجوزك الاول، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعى كده، انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا سلام، بقول لك ايه؟ لازم اتجوزك يا بنت الناس. اوعى كده. تعالي هنا، لو خرجت بره البيت هدفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك يا عثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك، فوت 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 يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مين يا مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون خلاص، مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ اه هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص واديني اللي انا عايزه، هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينب. لا يا حبيبي ده في المشمش، لما تبقى تعمل اللي وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي، مصلحة قصاد مصلحة. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبة في ليلة دخلتك، وانا هقول الكلام ده، وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها، وقدام امك وقدام ابوك عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب، انا لما بتحول ببقى حاجة تانية خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وتلاتة بالله العظيم لو خرجت من البيت ده لحكم طاقة النار. خالي يا بنت، انت يا بنت. ماما ماما زينة. يا ماما زينة. ماما الحقيقة يا ماما اللي كان زينة ماشي يا بنت. اصبر يا ماما، جاني يا ماما هيموتني. ليه؟ مش عارفة مش عارفة، انا عايز اخلص. خالي يا بنت. ماما وايما اطلع معايا على البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عثمان. هتطلع يعني هتطلع؟ مش هتروح معاك في اي حته يا عمده. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في ايه يا عمده؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمده بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمده؟ انا عمده؟ عمده هتقول عنك عنك وعن الشديدني كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز، وماليش كلام معاك يا كريمه، انا كلام مع مرتي. اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني؟ هتيجي معايا؟ امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت اللي قصدت تتكلمي يا متطلقه انت. ها شوفي فضايح مرتي بتعمليه في مصر، راح تتصرمح مع اللي اسوي ولا مع اسواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب، ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا ابو غفل. هنعرف يا كريمه، هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هاني الله اعرف. اوعي الحقونا يا ناس، الحقونا. العمدة عاوز يموتنا، الحقونا يا ناس. صرخي اوعي ايدك، صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس، خليها تفضح كريمه ويعرفوا ان بنتها مش عايزه تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبه يا كريمه. انت معيوبه يا راجل انت. بقول لك ايه، انا هاخد مرة. بنتي مش معيوبة، انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزة تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمة واحدة من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلتها لي يا عمدة؟ لا ما عرفتش يا كريم. اديك عرفت. وهاخد مرتي، يعني هاخد مرتي. مش هتاخد حاجة. اوعي يا زهر. اوعي 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 يدك. الحاج يا عمدي اجري يا بت. انت يا بت. تعالي خدي، اركبي اركبي، خشي خشي خشي.
استنى ولا تسمع. استنى استنى يا زينب يا زينب. قلبي يا بنتي عملتي قلبي حصل لك ايه؟ تعالي معايا تعالي ادخلي ادخلي حد هنا يا امسكي انت يا امجد بقول لك ايه 10 دقايق برجع لك اشوف ايه تحت هنا انت لك الغصان انت يا امجد انت لك الغصان ايه في ايه مالك دخل انت حبيبك قدام ليه البت فين ايه البت بنت فين يا عثمان ما عنديش بنات يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما عنديش بنات ولا توكل على الله وقولها مسا بقى كده؟ ايه بقى كده دي؟ بتهددين ولا ايه؟ زينب خد يا بنت انت فين يا زينب؟ توكل على الله بقى انت يا زينب اوعى ما تمسكنيش اوعى من عليك زينب اوعى اطلع قدامي يلا يلا قدامي يلا 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 قولوا يا مسا انا هوريك يا عثمان وريني يلا صباحيتك بنتك بكرة هتاخديها قصة هتاخديها صخ سليم انت شايف اعمل ايه؟ ما عندناش مشكلة نشتغل مع اللي فدنا يعني اقول له ايه؟ هاتي اخره هكلمه كلمي يا حبيبتي على مهلك على مهلك كنت بحسبك مش هتوقف عايز اسالك سؤال وتجاوب عليه اجابه صريحه وسريعه اسال انت شايفه ان ناديه تنفع سكت ليه كنت فاكرك اشجع من كده بكتير انت عارف الاجابه فعلا انا عارف الاجابه بص يا ريم احنا محتاجين واحده زيك واحده في دماغي بتفهم بسرعه وبتعرف تترجم كل اللي احنا عايزينه واحده عارفه الشغل من اوله ومن اخره خد بالك احنا عندنا ازمه كبيره قوي من بعد ما مهدي مات وانت الحل امال انت ليه رحت لها الاول؟ اصل احنا ناس بنفهم في الاصول، مراته وهي الوريثه الوحيده ليه، تحت ايديها كل حاجه. ما ينفعش في يوم وليله انت ولا اخوكي تبقوا تحت ايديكوا كل حاجه، ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد ان انا عايزك تجهزي نفسك. انا عايزك انت اللي تقعدي على الكرسي بتاعنا دي. محرم؟ حبيبك واخوكي يتمنى لك الخير كله. وبعدين انا عايزك انت. اشمعنى انا يعني؟ في شويه ترتيب كده في دماغي لو حصل هيبقى كل حاجه حلوه. اوكي ايه هو؟ بتقولي عليه؟ هقولك مش عايز اخبي عليك حاجه انا بفكر ان انا انقل كل حياتي في مصر واعمل شركه واحده انا وانتي ومين قالك بقى ان انا هوافق ان انا اشاركك انا خاف منك على فكره من ناحيه هتوافقي هتوافقي من ناحيه تخافي مني دي حاجه حلوه تخاف دي حاجه حلوه قوي وبعدين انا عايز اطمنك على الاخر انا طيب قوي لا بس ما تقولش طيب احسن كده بجد هخاف منك بس ليه تثبت لك احنا هنروح من بعض فين